طالب مشرعون ديمقراطيون في الكونغرس إدارة الرئيس جو بايدن بالرقابة على المساعدات الأمريكية لإسرائيل، معربين عن مخاوفهم بشأن عدم كفاية المعلومات المقدمة لهم. وكشفت صحيفة واشنطن بوست أن المشرعين طالبوا بمزيد من الإشراف من قبل الكونغرس على الدعم الأمريكي المقدم لإسرائيل. وأكدت صحيفة واشنطن بوست أن الرئيس الأمريكي بات يواجه ضغوطاً متزايدة من الكونغرس في الفترة الأخيرة بعد وقوف إدارته بحزم إلى جانب إسرائيل، ويحث مشرعون ديمقراطيون بايدن على فرض شروط على المساعدات الأمريكية لإسرائيل للضغط عليها من أجل تغيير مسارها في الحرب.